بعد 4 أيام من التحاور والتفاكر والنقاش الجاد والمثمر حول قضايا الشباب الحاضر والمستقبل، أسدل الستار على المنتدى الوطني للشباب. هذا المنتدى الأول من نوعه كان فرصة سانحة لأكثر من 300 شاب وشابة كي يطرحوا القضايا الشبابية ويتبادلوا الخبرات والآراء ويقترحوا الحلول للمشاكل الخاصة بهم. فإلى جانب المشاركة الفاعلة، فقد أظهر الشباب أنهم من الانضباط والنضج بحيث يمكن للدولة أن تعتمد عليهم. هكذا قال وزير ترقية الشباب والرياضة محمد نصر عبد الله، الذي أشاد في كلمته بمناسبة حفل الاختتام بالمستوى العالي للنقاش والإحساس بالمسؤولية لدى المشاركين، واصفا الجو الذي ساد المنتدى بالأخوي الشباب المشاركون في المنتدى، وتعبيرا عن امتنانهم وجهوا إلى فخامة رئيس الجمهورية برقية خاصة عبروا فيها عن تقديرهم لالتزامه بتنظيم هذا المنتدى وشكره على جهوده لخدمة الشباب، كما شجعوه على مواصلة مساعيه من أجل السلام والتعايش السلمي بين التشاديين. وأكد الشباب المشاركون عزمهم على الالتزام بمكافحة العنف والانحراف والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بمستقبل الشباب الذي هو عماد المستقبل. وفي حوار صريح مع أبنائه يؤكد اهتمامه ورعايته للشباب، قام 5 من الشباب بتوجيه أسئلة إلى رئيس الجمهورية تركزت حول تنمية الزراعة، دعم الجمعيات الشبابية، وقضايا العنف والنزوح، وتشغيل الشباب والشباب في المهجر. وقام فخامته بالرد على جميع هذه الأسئلة مطمئنا الشباب على أنه بكل ما لديه من مواهب وأفكار وطاقة وقوة يمكن أن يثبت نفسه وينجح في أي ميدان يخوضه، فقط عليه أن يتحلى بروح القيادة ويحدد أهدافه حتى يسهم في دعم التنمية وتعزيز الوحدة الوطنية. كما خرج المشاركون بجملة من التوصيات موجهة إلى الحكومة والشركاء. وفي كلمته الختامية أكد رئيس الجمهورية على أهمية هذا المنتدى في معالجة مشاكل الشباب والمجتمع، وتعهد بالعمل من أجل تنفيذ مخرجات المنتدى. وركز رئيس الجمهورية في خطابه على الزراعة والثروة الحيوانية باعتبارهما أساس التنمية وركيزة الاقتصاد الوطني، ووعد الشباب بإنشاء صندوق خاص لتطوير المقاولات في العام 2019 بهدف الإسهام في دعم مختلف المشاريع الشبابية في هذا القطاع. وقال رئيس الجمهورية إن الشباب يشكل ثروة وليس عبئا على البلاد. هكذا أسدل الستار على نجاح أول منتدى وطني خاص بالشباب، وضرب الموعد ليتجدد اللقاء بعد 3 أعوام. كما انفض الشباب وهم يحلمون ويحدوهم الأمل في حاضر هم سواعده الفتية ومستقبل هم رجاله الأقوياء.